أعمل الصباغ براتب شهري، وأنا أثناء العمل يؤذن الظهر والعصر أيضا وأحيانا المغرب، وأنا لا أستطيع الصلاة في العمل لأنه لا توجد ملابس نظيفة للصلاة. فعندما أعود من العمل أتوضأ وأصلي الظهر والعصر والمغرب معا وأصلي صلاة العشاء في المسجد، فهل علي إثم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، قد أمر الله بأدائها وإقامتها والمحافظة عليها في مواقيتها مع الجماعة في المساجد. هذا يجب على كل مسلم ولا يقدم عليها عمل، وإنما تؤدى في وقتها كما أمر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. حتى في حالة الخوف والقتال ومواجهة العدو تقام الصلاة جماعة، كما جاء ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صلاة الخوف، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم رجالا أو ركبانا، يعني صلوا وأنتم تمشون أو وأنتم راكبون، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما تصلى بحسب الاستطاعة. ومن باب أولى حالة الصبار كما يذكر السائل، فكونه يشتغل بمهنة الصباغة عمل لا يعذره عن أداء الصلاة في مواقيتها، وما ذكره من الثياب يصلي في ثيابه لأن الأصباغ طاهرة ليس فيها نجاسة، يصلي في ثيابه ولو كان فيها شيء من الأصباغ، وإن جعل له ثوبا يصلي فيه ويلبس ثيابا للعمل وثوبا يعده للصلاة فهذا شيء حسن. أما أن يترك الصلاة كما ذكر في كل النهار ولا يصليها إلا في الليل فهذا غلط عظيم وخطأ فاحش. ولكن النهار لا تقبل بالليل إذا أخرها متعمدا، كما أن صلاة الليل لا تقبل إذا أخرها متعمدا إلى النهار بغير عذر شرعي، هذا ليس عذرا شرعيا. الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محددة بمواقيت لا تخرج عنها. فهذا جهل من السائل وغلط كبير، يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد، ويترك العمل حتى يصلي ويأتي إذا سمع المؤذن يتجه إلى الصلاة، فإذا فرغت الصلاة يعود إلى عمله، فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض فابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.